أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأحبة، نلتقيكم بحلقة جديدة من برنامج استوديو الناس على قناة الفلوجة الفضائية، ونتابع كل ما هو جديد وأهم معاناة المواطنين والعقبات التي يواجهها المواطن في المجتمع العراقي. واليوم نتابع قضية ما زالت إلى الآن معلقة، وهناك الكثير منهم من يعاني الكثير من العقبات والمعاناة. نتابع اليوم معاناة النازحين في ظل التجاهل الحكومي. إذن مشاهدينا الأحبة، من جديد نواصل معكم تفاصيل اليوم موضوعنا، ونتحدث عن أهم معاناة النازحين. وهذه القضية لا زالت معلقة منذ سنوات، وهم يعانون الكثير من المعاناة. نتحدث بها اليوم أثناء حلقتنا، وأرقامنا ظاهرة أسفل الشاشة لكل من يحب اليوم يعبر عن رأيه ويتحدث. وأتمنى اليوم النازحين اللي يتابعونا يتصلون ويعبرون عن رأيهم بهذا الموضوع، وكذلك المواطن اليوم اللي يعيش ويشوف أمامه النازحين ومعاناتهم. تتحدثون بما هي العقبات اللي تواجهكم الآن، ما هو التعليق على قرار عودة النازحين إلى مدنهم، خصوصا هناك يعني تصريحات كثيرة من قبل المواطنين النازحين طبعا عن عدم تقبلهم هذا القرار، وأنه قرار مجحف وأيضا يعني غير مدروس. وكذلك النازحين بنسبة كبيرة هم يعني غير راضين على هذا القرار، وطبعا يعني للأسف معاناتهم يعني أساسا قبل هذا القرار هم عندهم معاناة كبيرة. طبعا من ضمن هذه المعاناة اللي شهدناها بالفترة السابقة، خصوصا من بعد الأمطار اللي حصلت الأمطار الأخيرة، يعني هم دائما يعانون من البرد الشديد والأمطار اللي تصير عليهم، بالإضافة إلى حتى في فصل الصيف معاناتهم كثيرة، بالإضافة إلى قلة المساعدات، قلة سواء كان الغذائية أو الصحية المساعدات. وأيضا يعني هناك تصريحات كثيرة حول السلات الغذائية اللي ربما يكون بها نقص أو تتأخر بعضها، أو في بعض الأحيان تكون هناك مواد فاسدة. طبعا حسب يعني هناك يعني الكثير من التصريحات بهذا الأمر. اليوم رح نتعرف على صحة هذا الأمر أكثر من قبل المواطن وكذلك المسؤول. رح يكون اتصال معنا بعد قليل مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين، وأيضا رح يوضح لنا تفاصيل كثيرة حول المستجدات بهذا القرار، وأيضا ما هي التعويضات اللي ممكن يعوضوها للمواطن النازح. خلينا نشوف تفاصيل أكثر بهذا التقرير اللي أعد لنا زميلنا بشير، ونشوف شنو الجديد. 10 سنوات عجاف سحقت فيها مالهم وأحلامهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية، ليتحول ملفهم الإنساني بكل صرخات آلامه إلى ورقة سياسية تتلاعب بها وزارة الهجرة والمهجرين. فالمدد التي حددت لإغلاق جميع المخيمات بما فيها مخيمات إقليم كردستان غير كافية، هذا ما أكده نواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. عدم تطبيق اتفاقية أربيل وبغداد في موضوع قضاء السنجار، آلاف من عوائل أهلنا كان من الأخوة اليزيديين أو العرب أو غيرهم جميعا الآن نازحين في إقليم كردستان بسبب وجود بعض الميليشيات وحزب العمال الكردستاني. ومع إعلان وزارة الهجرة عودة 4000 نازح إلى مناطق سكنهم الأصلية في سنجار والبعاج، إلا أنهم إلى الآن لم يتسلموا منحهم المالية البالغة 1.5 مليون من الوزارة، إضافة إلى منحة 4 ملايين التي خصصت لهم، فضلا عن توزيع مساعدات إنسانية منتهية الصلاحية في عدد من مخيمات أربيل. من 2014 ناس تعبت، وهسه يقولوا لهم ارجعوا على بيوتهم، طبعا لا عندهم لا بيوت ولا عندهم رواتب، ناس مسحوقة، ناس وين تروح؟ هسه إذا يطلعوا يروح على بيته وين يقعد بالشارع؟ مستقبلنا مو شيء، ما عندنا طموح للمستقبل. يعني نقول احنا
يعني مثل يعني إلى متى نظل مثل بالمخيم؟ إحنا ما عدنا ولا والله مرتاحين بالمخيم، مرتاحين آمن وماي وكهرباء وهم شيء الأمن والأمان. وأطلقت حكومة الإقليم حملات طوعية لعودة النازحين من قرى زنقل وتل أسقف وشركان القريبة من منطقة الخازر التي تضم 4 مخيمات من أصل 6 في أربيل، فيما تحاول وزارة الهجرة استغلال هذا الملف الإنساني باستخدامه ورقة ضغط ضد الإقليم بإغلاق جميع المخيمات بعودة إجبارية إلى مناطقهم الأصلية. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. شكرا بشير على هذا التقرير. طبعا يعني ربما تكون أحد الأسباب هي تكون ورقة ضغط، وربما يكون هناك أسباب أخرى نحن لا نعرف ما هي الأسباب والتفاصيل، لذلك اليوم نتواصل مع الجهات المعنية لمعرفة الأسباب أكثر وللتوضيح أمام الكثير من النازحين اليوم يتساءلون شنو سبب اتخاذ هذا القرار. كذلك القرار يعتبر متسرع بهذه الفترة، خصوصا أنه هناك طبعا تصريحات من وزارة التربية، يعني هذا أيضا يخص المقيمين اللي موجودين في إقليم كردستان. يعني إن هنا التصريحات تقول من وزارة التربية هناك نقص بالمدارس ونقص بالكوادر في الكثير من المدن. طيب يعني كيف ممكن أن يوفرون المدارس وكذلك يعني مناطق يعني المدن اللي ممكن تكون بها المنازل تهدمت، كيف ممكن أن تؤمن من قبل الجهات الحكومية بهذا الوقت المحدود؟ طبعا يعني لابد أن تكون هناك يعني خريطة واضحة لهذا الموضوع وأيضا توضيح للمواطن ما هي الأسباب. خلينا نتعرف على التفاصيل أكثر اليوم مع ضيفنا المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين الأستاذ علي عباس. أهلا ومرحبا بك. أهلا بك. أستاذ علي، بداية نتحدث بعد قرار غلق المخيمات، يعني هناك اعتراض من قبل النازحين على عودتهم لمدنهم وتساؤلات، ما هي أسباب هذا القرار؟ شكرا لك عزيزة. بالحقيقة قرار مجلس الوزراء هو جاء نتيجة قناعات تولدت لدى مجلس الوزراء ودولة رئيس الوزراء بأن أمد ملف النزوح طال انتظاره، وبقت العوائل هذه الفترة أكثر من يعني من المعقول، وبالتالي على الحكومة أن تتخذ قرار مناسب وعلى الوزارة أن تضع آليات تنفيذ هذا القرار. إحنا الكل يعرف أنه المخيمات اللي موجودة في الإقليم، إحنا نتحدث هسه مخيمات، المخيمات والقرار جاء على المخيمات بغلق المخيمات 30/7، طبعا كان 6 وبعدين تمدى شهر تمهيدا لإنهاء الملف، يعني مو إنهاء ملف النزوح وإنما كمخيمات. ونعتقد أول استدلالات النزوح هو المخيمات، بانتهاء المخيمات نعتقد الموضوع يكون بعد أي أسهل، باعتبار اللي خارج المخيمات وضعهم المالي والنفسي والاقتصادي والمعيشي أكثر بكثير من المخيمات. نجي على الآلي، الحقيقة موضوع الآلية احنا درسناها ضمن إمكانيات الوزارة، وبالتالي وضعنا خطة تنفيذ وهي الأخرى حصلت موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء ب 24 رقم 24043 اللي هي موافقة على الآلية التي ينفذ بها قرار مجلس الوزراء 24007. نعم. الآلية تتحدث بالآتي: أولا لا يمكن عودة العوائل قسرا إلى مدن، وإنما هو وضع خيارات 3 أمام العائلة، يأما العودة يأما الاستقرار أو المنطقة الثالثة، أي بمعنى العائلة اللي من أهل النينوى لم ترغب بالعودة عليه بالإمكان بقاء في أربيل لكن دون مخيمات. اثنين يرغب بالعودة إلى صلاح الدين أو إلى كركوك، هذا شأنه وهو من حقه.
أما شنو الامتيازات اللي إحنا قدمناها أو راح نقدمها؟ نعم. ابتداء إحنا خيرنا، هاي أول نقطة. نعم. ما جبرنا. اثنين إحنا راح نعطي مبلغ 4 ملايين مباشرة. يعني عفوا أستاذ علي، يعني أرسلك أنا بخصوص التعويضات، يعني هل التعويضات فقط هذه المبالغ المالية؟ يعني ألا يوجد توفير خدمات وحدات سكنية؟ أكملك حتى أكملك ستي، أما إذا ما تكمل ما خليني أكمل خلي شرح الموضوع. نعم. إحنا قلنا 3 ملايين 4 ملايين تسلم للعائلة اللي ترغب بالعودة والاستقرار أو منطقة ثانية. اثنين شمولهم بالمنح بالسلع المعمرة لكل عائلة تعود. ثلاثة للي يفقد فاقد مصدر رزق أو العيش سواء خاصة الإعرام المطلقات أو العاجزة، إحنا نصرف له مشروع مدير للدخل. المشروع يتحدث عن مشاريع تلامس حاجة السوق في تلك المناطق، أجهزة التلساخ، أعمال أخرى كثيرة جدا، مشاريع تولى للذين ليس لديهم يعني ضمن معايير معينة. إضافة إلى أولوية في التعيين، نحن أصدرنا قرار، حصلنا على قرار 2% للتعيينات بالنسبة لثلاثة محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار. ملزم هاي المحافظات أن توفر لي درجات وظيفية لـ 2% من أصل درجات الوظيفي، هاي 4. خامسا التعويضات اكو أولوية للذين دورهم مهدمة ولديهم معاملات في لجنة التعويضات، هذول يعني غير خاضعين للسرة مثل ما يقول، وإنما هذول يكون تعويضاتهم مباشرة. ووزارة المالية ألزمت نفسها بأنها سوف تغذي الصندوق أو اللجنة الذي يعوض طيب تلك العوائد. طيب أستاذ علي، بما أنه ذكرت التعويضات يعني وهذه المبالغ المالية 4 ملايين، طيب هناك تعويضات سابقة كان المبلغ 1.5 مليون تقريبا، هذا غير إلى موضوع. الآن أعرف غير موضوع ستي. أعرف غير موضوع ستي. بس ستي. المواطن اليوم يتساءل أنه لأن في البعض منهم لحد الآن ما استلموا، شلون راح تتوفر 4 ملايين وجماعة 1.5 مليون ما استلموا لحد الآن أستاذ علي؟ بس خذ خدمك. نعم. خذ خدمة المشاهد. الأربع ملايين ما له علاقة بال1.5 مليون. هو ما له علاقة. طيب موضوع آخر، بس النازح اليوم أيضا ما هم جزء، هم نازحين اللي راحوا. عزيزتي أنا عندي ملف اسمه مخيمات 6 سارة فتوى. نعم. إحنا عندنا مخيم اسمه. نعم. عفوا، عندنا ملف اسمه مخيمات. نعم. ذاك موضوع النزوح والعودة للمنحة المالية للنازحين ما كان يتحدث عن مخيمات. نعم. شك واحد عائد إلى 1 مليون. هو أنا دا أتحدث عن الأموال. إلى الآن هناك مشاكل بتوفير الأموال. اليوم النازح شلون يثق بأنه راح توصل لهذه الأموال؟ عزيزتي يعني عندي فلوس خصصناها للي غادر المخيمات، نقطة راس السطر. نعم. اللي يطلبون الوزارة، ما هي الوزارة مطلوبة من 2016 و17. احنا نتحدث على موازنة خاصة للمخيمات. طيب. ما له علاقة بال1.5 مليون، هذا 4 ملايين برنامج يختلف. انا اتحدث على الذين يغادرون من المخيمات. انا فهمت الآن قصدك، بس حبيت اوصل. لا. الفكره الى المواطن. لا لا، طيب أنا هناك الفكره، هناك ما لنا علاقه، هذا برنامج. نعم. واحد. نعم. ويمشي بالسرعه حسب الموازنه. نعم. احنا عندنا مخصصه مبالغ لهذا المشروع. طيب. يعني ماكو عائله ترجع ورا سنتين يطلع 4 ملايين. نعم. هذا موضوع ما موجود، هذا يجي يروج معامله عوده ممكن من نفس اليوم يستلم 4 ملايين، وال4 ملايين يستلمها عن طريق صك شيك لمصرف الرافدين، لأن فلوسنا في مصرف الرافدين. نعم. يستلم منا صك شيك يروح يسلم يصرف ال4 ملايين. إضافة إلى هذا اللي تكلمت بخصوص التعيينات، بخصوص التعويضات، هذا موضوع آخر. يعني واحد عنده تعويضات 30 مليون، 10 ملايين، 5 ملايين، هاي لجنة أخرى في المحافظات مشكلة منذ وبقضاء قرار قضائي. نعم. يتم تخصيص العفو تحديد المبلغ التعويضات، وحتى هذول
هذول الغير خاضعين نعم. للسرة أو مثل ما يقول النوبة أو الكذا، هذول يتعرضون مباشرة، مجرد وزارة الهجرة ترفع إلى الجهات المعنية بأن هذول العوائل نعم. اللي رجعناهم عندهم دور مهدبة لهم أولوية. كل هذه الحزم والبرامج هي تشمل العوائل في المخيمات لغاية 37. طيب. أي بمعنى الفرصة في ساحة العوائل عليها أن تستثمر، لأنه نعتقد نعم. قرار غلق المخيمات لا رجع فيها أبدا. نعم. أستاذ علي، أيضا يعني هناك يعني ضمن الخطة الاستراتيجية يعني راح يكون هناك يعني بتلائم مع الظروف وتوفير كافة الخدمات، مثلا بناء مدارس جديدة، يعني هناك مناطق هدمت بها المدارس، هناك منازل من طين هدمت بالكامل، فهل سيتم إعادة الخدمات كاملة بهذه المناطق؟ اللجنة اللي لو ملاحظ القرار شو يقول؟ نعم. 24,007 تشكل لجنة من خلال وزارة الهجرة ووزارة التربية والصحة، صح؟ نعم. أنا التقيت مع وزارة التربية السيدة مديرة عام الإدارية والمالية والدكتور سامر من وزارة الصحة، وعطيتهم مجال 15 يوم ينطوني قراءات حقيقية واقعية في مناطق العودة. نعم. وحاجة المناطق للمدارس في حالة عودة العوائل، وهم في دورهم لديهم خطة كوزارة التربية حسب ما علموني أنه بالإمكان في الأيام الأولى أنه نستوعب هذه تعرفين نعم. القرار يتحدث 37، بمعنى في فترة انتهاء السنة الدراسية اللي راح تنتهي بحدود الشهر الخامس. نعم. فهناك مساحة بالإمكان أن تعوض هذه المناطق، وليس هي كثيرة حسب معلوماتي، بمدارس كرفانية لحين في حالة عدم اكتمال المدارس في الأوقات المناسبة. نعم. لأن هناك مبالغ مالية مرصودة للمحافظات في بناء المدارس سواء الثانوية أو الابتدائية في مناطق العودة، والقرار مو اليوم، هذا موجود ضمن خطة إعادة الإعمار. نعم. صندوق إعادة الإعمار. مع ذلك إحنا راح نخلي هذه السيناريوهات وهذه القراءات بتجرد وبشفافية، ونتحدث أمام تقارير. نعم. أمام مكتب دولة الرئيس، ونقول في مجال عندنا عجز في مجال الصحة، في مجال التربية، وبالتأكيد دولة الرئيس ومن خلال الجهود الدولية والمنظمات ممكن نعالج هذه الحالة. بالنهاية سيدتي العزيزة، لا نعم. يمكن بأي شكل من الأشكال تبقى المخيمات لمدة 10 سنوات، ونحن نعلم الذين عادوا إلى أنبار الآن كلهم يدخلون أولادهم في المدارس، لم نجد مخيم ولم نجد كرفان، المدارس ماضية، ومدارس النينوى عامرة، ومدارس صلاح الدين وجنوب صلاح الدين عامرة وهكذا. وبالتالي مو بالضرورة العائلة ترجع إلى بيتها، ممكن ترجع إلى مركز المدينة. نعم. حسب لأنه إحنا منطي حرية التنقل، ما جابر يرجع إلى منطقته. طيب هل هذا القرار يشمل اللاجئين المناسب. أستاذ علي، هل هذا القرار يشمل اللاجئين أيضا من المحافظات اللي طلعوا خارج العراق؟ لا، هذا نتحدث فقط مخيمات اقليم كردستان. نعم. النزوح داخل العراق. ما عندنا لاجئين بالخارج. نعم. نعم. احنا ملاجئين ما عندنا. يعني المقيمين خارج العراق من المحافظات المنكوبة. هذا موضوع ما تناول القرار. القرار يتحدث عن نزوح الداخلي اللي موجود مخيمات النزوح فقط. نعم. طيب احنا عندنا اذا نجي على الخارج فعندنا عدد كبير، هذا شيء بعد عشرات السنين ما ينحل، يعني هو قرار شخصي. نعم. يريد يعيش في اوروبا، يريد. نعم. يعيش في استراليا، لا قانون يمنع ولا الدستور يمنع ولا اي شيء. نعم. ومن عقل انسان يبحث على بيئه اللي يعتقد تلامس تتناسب معه. طيب يعني هناك بعض الوجهاء أو المتحدثين باسم النازحين يطالبون بمقابلة المسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين، وعلى حسب قولهم لا يستطيعون ذلك، ما صحة هذا الأمر؟
كامرة وعدسة الفلوجة هي مخولة بأن ترصد عدد المراجعين إلى مركز الوزارة شؤون المواطنين، نستقبل جميع المواطنين، فإذا الإجابة يحتاج اللقاء بالمسؤول أنا شخصيا بابي مفتوح، معالي الوزيرة في حال تواجدها بابها مفتوح والسادة الوكلاء أكيد. نعم. فليس هناك مانع، ولا شنو وجود الوزارة إذا فئات عنايتها ما تقدر تلتقي بها، إذا بمن نلتقي؟ يعني إذا إحنا ما عندنا باب نفتحه للمواطن، إذا وجودنا شنو؟ إحنا اليوم هذا سؤالنا للتوضيح أمام المواطنين والنازحين حول هذا. إحنا مراجعين وجنابك تقدرين تدزين موفد يطلع على سجل الزيارات. نعم. وشؤون المواطنين اليومية، ويجد كم مواطن احنا نستقبل، طبعا النازحين عندنا، مهاجرين عندنا، لاجئين عندنا، احنا مو فقط وزارة النازحين، اصلا النزوح اكيد اكيد احنا راح نكون موجودين ان شاء الله، وراح نسوي تغطيه تقارير بهذا الشان ان شاء الله. طيب ايضا استاذ علي، يعني هناك لغط كبير حول مواد السله الغذائيه خصوصا في الفترات السابقه، تصريحات كثيره حول انه المواد ربما يكون منها مواد سيئه او ربما منها فاسد، ايضا ما صحت هذا الامر؟ طبعا احنا نتعامل ويا واقع، اما اعلاميا ما مستعد ارد على شيء ما مرتكبه او ملفقه، فبالتالي ابطل هذه الماده الاعلانيه اللي مدفوعه الثمن قيمه اكثر من حجمها. احنا موادنا تصل الى المواطن ضمن مواصفات ومعايير صحيه معتمده، والذين يوثقون حاله صالحة للاستهلاك البشري من عدمه هي جهات قطاعية صحية في الإقليم. لا يمكن توزيع أي مادة إلا من خلال تصريح بالتوزيع واعتبار المواد صالحة، أما إظهار سلة هنا وهناك لا أعلم مدى يعني توزيعها قبل سنين أو كذا، لا أعلم، هذا مو شأن. إحنا عندنا حالة عامة نتحدث عن 30,000 سلة شهرية توزع في الإقليم، لا وجدنا حالة تسمم ولا وجدنا حالة، أو بعدين الماركات اللي توزع هي ماركات ما موجودة ببيوت العراقيين أغلبها. نعم. هي ولو هي دعاية للشركة، وهي هاي شركات من منشأ عالمي تركي غيرها الألتونسة. نعم. لأن ماركات معروفة. نعم. أما من يتحدث فأعتقد هذا يعني مجافي للحقيقة وغير دقيق، بدليل أن هناك دعوة كبيرة من المناشدات أنه في حالة تأخرنا لمجرد أيام على التوزيع هناك مناشدات بعدم وجود المواد، نحن بحاجة كذا. إذا كان هذا المواد سالفة فلماذا تأتينا هذه المناشدات؟ فإذا من روج لهذا الموضوع هو هذا للأسف الشديد قاصر، لا يعلم ولا يفقه من لغة الإعلام والتسقيط شيء، بدليل أنه الغلاف الذي كان يروج لها لونه أبيض، ونحن هذه الماركة غادرناها منذ سنتين. فبالتالي نحن شعار الوزارة على علبة تختلف من ناحية الألوان والشعار، جديد يلامس يعني يعطي دلالة بأنه هذه العلبة كانت لوزارة في سنين سابقة، يبدو محتفظين بها الإخوان لهذا اليوم. إذن حسب كلامك هذه أقاويل مغرضة، ويعني هذا إحنا ردنا أن نوضحها أمام المواطن. نعم. نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ علي على توضيح لهذه النقاط، وأيضا للكثير من المواطنين اليوم اللي ربما هناك بعض الأمور اللي ما عنده علم بها، فصار توضيح أكثر بخصوص التعويضات وبخصوص المستجدات بهذا الأمر وهذا القرار. يعني هو ليس قرار قسري
على النازح انه يرجع، ماكو شيء اسمه يرجع يعني غصب عنه، وانما يقدر يرجع بارادته، لكن لا وجود للمخيمات راح يكون، فبالتالي لازم يعني انه يامن نفسه وحياته بعيد عن هذه التعويضات، وفي حال اذا رجع لمنطقته راح هو يكون مشمول ضمن التعويضات. أكيد موضوع حلقتنا اليوم من المواضيع والقضايا المهمة جدا اللي تهم وتخص المواطن. اليوم كل مواطن عراقي يشعر بألم النازح ومعاناته، بالتالي ما تسبب لمعاناة النازح هي سياسات خاطئة في البلد، لذلك وصلوا إلى هذه المرحلة مو بإرادتهم، حبوا يكونون بمخيمات، لكن بأسباب كثيرة صارت في هذا البلد وسوء الأوضاع وصلوا إلى هذه المرحلة. معاناة النازحين في ظل التجاهل الحكومي، نتابع اليوم هذه القضية بعد الفاصل. إذن نواصل معكم من جديد مشاهدينا الأحبة وتفاصيل أكثر اليوم حول معاناة النازحين. أرقامنا ظاهرة أسفل الشاشة للتواصل اليوم، أي مواطن يحب يعبر رأيه عن هذه القضية، وكذلك أيضا النازحين اليوم اللي يتابعونا، أتمنى لو تطلعوني على التفاصيل الأكثر حول موقع الحدث اليوم اللي أنتوا به. طبعا حالة قلق وتوتر تصيب اليوم الكثير من العوائل من النازحين حول مستقبل هذه العوائل وأين يتجهون، كذلك أيضا أطفال هؤلاء ربما يكون هناك مستقبل يعني مجهول بالنسبة للكثير من الأطفال، حالتهم النفسية جدا تعبت بخصوص قرار ممثليات التربية وأيضا قرار يعني عودة النازحين. طبعا يعني لو نتحدث عن المناطق اللي ممكن يرجعون إلها، يعني مناطق جرف الصخر وسلمان بيك والعوجة ويثرب وتسخر ماتوا، ومناطق أيضا بديالة متفرقة في سنجار تقريبا 80% هي منها منطقة منكوبة، يعني حسب تصريحات كثيرة. كذلك قضاء العوجة وقرى تابعة لسد المجمعات للأزيديين، هذه القرى تقريبا أغلبها منكوبة، مناطق كثيرة جدا لا توجد بها مدارس ولا أماكن تصلح لأن سكن فيها، يعني المنازل هدمت بها في الكثير من هذه المناطق. طيب هل في هذه المدة يعني وقت قياسي ممكن يعني الجهات المسؤولة واللي أخذت هذا القرار راح تستطيع تقدر تسوي وحدات سكنية وأيضا بناء مدارس وشوارع وغيرها، يعني خدمات كاملة بهذه المناطق بهذه المدة القياسية؟ يعني هذا أيضا سؤال إلى الجهات المعنية بهذا القرار. طيب خلينا نأخذ اتصال. محمود من أربيل، اهلا ومرحبا بك، تفضل. اعتقد انقطع الاتصال، عاود الاتصال بنا مره ثانيه، اريد اليوم نسمع رايك بهذا الموضوع. المتضرر اليوم ايضا ليس فقط النازحين وانما حتى المقيمين متضررين من قرار اغلاق ممثليه التربيه، اخذناها في حلقاتنا القادمه السابقه عفوا، لكن يعني هناك ربما صار ترابط خصوصا انه الموضوع يمثل ايضا النازحين اللي تاثروا بشكل كبير بهذا القرار. طبعا يعني حسب ما يقولون ايضا انه بس الفقير اللي واقع بيها، الغني واللي حالته زينه واللي ابن المسؤول راح يروح على مدارس اهليه، هاي بالنسبه للطلبه. وبالنسبة للحالة فقيرة أو من النازحين أو اللي وضعهم ما يسمح المادي، بالتالي يعني كثير من العوائل اليوم تقرر ممكن تقعد أولادها بالبيت على أنه يرجعون للمناطق المنكوبة اللي ما بها المنازلهم راحت بها، واللي طبعا يعني أسباب كثيرة ممكن تكون مو بس أنه المنطقة والمدارس، يعني في كثير من الناس اللي ما تقدر ترجع للمكان اللي استشهد به أخوه ولا ابنه ولا أبوه، ولا في ناس يعني توفوا عندهم كثير من الأشخاص، كذلك الوضع الأمني اللي تعرضوا له، ممكن تكون هناك مطالبات عشائرية
يعني أسباب كثيرة ممكن تخلي كثير من المواطن اليوم الكثير منهم اللي ما يردون يرجعون لهذه المناطق. لذلك اليوم ربما يكون هذا القرار سيء بالنسبة للكثير من النازحين اللي يعيشون حياة نوعا ما مستقرة. أكيد هو مو عاجبه يعيش بمخيم ولا هو راضي إنه يكون طول عمره بمخيم. يعني صار أكثر من 10 سنوات تقريبا المواطنين يعيشون وحاولوا يتأقلمون بهذا الجو رغم المعاناة الكثيرة اللي رح نتحدث عنها. ويانا أيضا اتصال قيس من الأنبار. عليكم السلام والرحمة. أهلا وسهلا ست العزيزة. بخصوص العودة مال النازحين المقيمين في أربيل، احنا نقدر يعني على مود هذا القرار، لان يعني اللي ما عنده بيت يروح يسكن بالانبار او بغير المحافظات. يعني كيف اللي ما عنده بيت، كيف اللي ما عنده راتب، كيف يعني اللي ما يقدر يشتغل هناك، هنا شغل يعني باربيل وعايشين والحمد لله. نعم. طيب يعني احنا اكو تعويضات راح تصير، يعني حسب ما ذكر المتحدث الرسمي باسم وزاره الهجره والمهجرين راح تكون اكو 4 ملايين بالاضافه لاشخاص ممكن تكون لهم يعني تعيينات واطلاق ايضا عقود للعائدين وتشغيل العاطلين كذلك واطلاق قروض ايضا. نعم رأيك. كيف اللي ما عنده بيت، يعني اللي ما عنده بيت يعني ما عنده يعني لا قطعة أرض، يعني هسه أنا لا عندي راتب رعاية، لا عندي قطعة أرض، لا عندي بيت من الأنبار، يعني إيجار غالي بالأنبار. نعم يعني اليوم يعني أنت تشوف هذا القرار قرار غير صحيح؟ غير صحيح، والله غير صحيح. يعني بحالة اللي عنده راتب، والله اللي عنده راتب يقدر يعيش، اللي حالته يعني زين يقدر يخلي ابنه بمدرسة أهلية. تمام هالثاني عندي بنت بصف الأول، يعني إذا أرجع أنا هم إيجار ومصرف ويعني كثير علي. أنت يعني تشتغل بأربيل، تشتغل هنا مستقر؟ والله أشتغل يعني بالمزارع، يومي 10,000، 4 ساعات ينطون 10,000، ورا الظهر هم 4 ساعات والحمد لله. نعم. طيب إذا تأمن لك يعني في منطقتك الخدمات زينة ومدرسة زينة وتعويضات مالية، ما تفكر ترجع؟ والله إذا حد ينطيني قطعة أرض، والله من فضل الله والله أبنيها، أنا من شغلي أنا أبنيها، بس قطعة أرض أو راتب مال رعاية، والله العظيم والله أبنيها وأرجع. أتمنى أرجع، أنا ما أقول لك بس أرجع، يعني لا قاع لا بيت لا شيء، يعني الإيجار غالي يعني بالأنبار. اليوم يوصل صوتك أخ قيس من خلال حلقتنا الجهات المسؤولة التابع، أنه لو توفرت وحدات سكنية أو على الأقل أراضي للمواطنين ربما يعودوا، لأنه هو أكيد ما عاجبه يكون يعيش بهاي الطريقة. طيب وأنا محمود رجع الاتصال، تفضل. ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا محمود. شكرا يا حيكم وحي القائمين على هذا البرنامج جواك ان شاء الله. شكرا لك. الله يخليك. عفوا انا موضوعي حول النازحين. نعم. والمدارس والمنتجات اللي الحكومه دي تعيدها. تحدث بما يحلو لك، اكيد تفضل. الله يخليك ست، الله يحفظك. يعني حدث العاقل بما لا يعقل ان صدق فلا عقل له. يعني الحكومه تخلت عنا اثناء النزوح. نعم. وتخلت عنا واحنا نازحين بغير محافظات، وبالوقت الحاضر تمكنت تهجعنا. الغايه يعني كل الحكومات اللي متعارف عليها بالعالم تسعى ان تكون تقدم خدمات للمواطن. يعني انا اشوف هذا القرار بايذاء للمواطن. يعني طلبه استقروا، يعني انا عندي احد ابنائي من اول ابتدائي لاول متوسط. نعم. متعود ويعرف المعلمين ويعرف المدرسين، واخذ بالتاكيد راح ينهار اذا حولته الى مدرسه ثانيه واذا الى غير محافظه. اضافه الى هذا يعني عملنا هنا استقرار، الناس استقرت هنا اللي بنوا مشروع، اللي اشتغل مكان معين، يعني كلها راح تهدمها الحكومه بقرار صغير بشخطه قلم. يعني هذا هو شخطه القلم من نجحنا الناس طلعت مشي، الناس طلعت حفاه، وين كانت الحكومه؟ يعني بس بالقرارات اللي بيها ايذاء للناس تستعجل فيها، ليش هيجي؟ على اساس؟ الناس استقرت وبدات تشتغل واللي قدم مشاريع واللي ليش بس بالشغلات اللي بيها إيذاء للناس تستعجلون بيها؟ على أساس؟ بس عايز أفهم أنا. الحكومات بكل دول العالم، كل دول العالم اللي تحترم نفسها، الحكومة اللي تحترم نفسها، تحترم المواطن وتقدم خدمة للمواطن. هذا القرار ما في أي خدمة للمواطن، مو أنا المتحدث اللي أقول، كل الناس. يعني ما يقارب آلاف الناس اللي حالياً عايشين بأربيل ومتعاقين، إحنا والأكراد إخواننا وأصدقائنا وعايشين عيشة طبيعية جداً. ماكو أي مشكلة عندنا.
فأنا أشوف القرار ما موفق، لا قرار وزارة التربية ولا قرار وزارة الهجرة والمهجرين، قرارات ما موفقة بتاتا، وآسف على الإطالة. شكرا جزيلا لك ورأيك وما طرحته. بالتالي لابد أن يكون أن تكون هناك حلول في الفترات المقبلة، خصوصا هناك اعتراضات كثيرة من قبل المواطنين المقيمين أو النازحين. طيب طبعا بالتالي يعني هناك الكثير من المناطق المتضررة، يعني لو نعطي مثال على مثلا منطقة سنجار مجموعها أكثر من 30,000 عائلة تستحق التقديم على التعويضات اللي اكتمل منها 12,000 معاملة. يعني لو نسوي عملية حسابية بسيطة راح تكتمل خلال 20 سنة في حال إذا أعطوا التعويضات بأكملها. فيعني أيضا هذه تعتبر عائق بالنسبة للكثير من النازحين اللي ما بقت عندهم ثقة بالمسؤول اليوم. طيب ويانا أيضا اتصال السلام حسن عليكم. من السليمانية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أهلا وسهلا. شلون خير صحيح. أكيد بتواصلكم، تفضل. الله يحفظك. أنا عندي مداخل على مود يعني لعودة النازحين. نعم. والمدارس. نعم. يعني هسه خلي يوفرونا سكن هناك. نعم. بمناطقنا يعني عند الجرف الصخر وعند شيء، يعني هسه الجرف الصخر نقدر ما حد يقدر يرجع لها. نعم. فخلي يوفرون لنا سكن، خلي يوفرون يعني خدمات، يعني خدمات. اكو تعويضات ماليه تطرح مره هذه، تعويضات 4 ملايين قد يعيش بيها شهر شهرين. يعني ما يخالف عندي 4 ملايين او 4 ملايين ما راح تكفي لا ايجار، اكيد ما تكفي لا ايجار. اذا يعني بيت 50 متر ببغداد، 50 متر ايجار 500,000 صح؟ نعم صحيح. وماشي ثانية عندي تعويض 4 ملايين، 4 ملايين خلينا نقول نبنى لي بيها غرفة، وين أبنيها؟ لا قطعة أرض ولا عندي شيء. إذن المشكلة أيضا هي أزمة الخنجر تدخل السكن. بهذا الموضوع مال عودة النازحين وبالأخص أغلاق الممثليات في إقليم كردستان. يوصل صوتك اليوم إن شاء الله. وهاي المدارس يعني هي مو من الحكومة، يعني إحنا جاي ندفع آجارها من جيوبنا. واكو مدارس كرفانات اللي بناها الشيخ خميس الخنجر. نعم شكرا. نعم. شكرا لك وشكرا لاتصالك ورايك اليوم، وان شاء الله يوصل صوتك وان شاء الله تكون اكو حلول بالفترات المقبله. احنا اليوم طرحنا هذا الموضوع، عسى ان تكون حلول لكل المواطنين ومعاناتهم. ويانا ايضا اتصال ايمان من بابل. اي عيني. يا اهلا وسهلا بيك ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. أهلا وسهلا. شلون ست؟ شلون صحتك؟ بخير أكيد بوجودكم إن شاء الله. بخصوص النازحين صبر. إحنا من جرف الصخر. نعم. إحنا من جرف الصخر صار لنا 10 سنوات إحنا مهجرين. نعم. لا ذكرونا بتعويض ولا مساعدات ولا إرجاعنا. زين هسه من هم من قالوا نينوى والأنبار وصلاح الدين. يعني دول مشمولين بالتعويضات، لا إحنا شنو مصيرنا؟ الجميع مشمولين بالتعويضات. جميع النازحين يعني اللي بالمخيمات. يعني معاملات احنا بيوتنا مهدمة. نعم. احنا بيوتنا مهدمة، يعني شلون يعني نسوي معاملة، نروج معاملة. انت وين ساكنة؟ يعني بمخيم؟ احنا بابل، احنا بجرف الصخر بس ببابل. بالحلة. يعني احنا نعم. جرف الصخر احنا. نعم. يعني اللي بالحلة. طيب يعني يعني أكيد هم كل النازحين لهم تعويضات مالية بالتأكيد، إذا تمشين بالمعاملة حتحصلين هذه التعويضات أكيد. نعم شكرا لك أخت إيمان، شكرا لاتصالك اليوم. يعني هناك أيضا مواطنين يستفسرون حول موضوع التعويضات المالية، وهناك اعتراض على هذه التعويضات المالية. يعني منطقيا أنه هاي 4 ملايين راح تسوي سكن أو راح تسوي تعويض، بالإضافة إلى المطالبات بوجود خدمات حقيقية، يعني مو بس كلام يقال، وأيضا التنفيذ هو ممكن يكون صعب. يعني الفترة على أخذ القرار، هذه المدة هل هي تكفي ببناء مدارس وشوارع وإعادة منازل؟ يعني هل هي كافية؟ هل هاي 4 ملايين راح تكفي إعادة نهوض منزل من جديد؟ يعني نتمنى أن تكون هناك حلول منطقية لهؤلاء النازحين، وتخدم النازح بشكل حقيقي، حتى بالتالي من سر القرار راح يرجع وهو يعجبه يرجع،
يعني هو راح يحب الرجوع بنشوف اكو خدمات مقدمه. طيب ابو ايهم من كركوك، يا اهلا عليكم. وسهلا. عليكم السلام والرحمه. اختي مداخله هيك يعني قطيره ومختصره يعني. تفضل. بالنسبه احنا نازحين في مخيم حسن شام. نعم. تابع للاقليم. نعم. فالموضوع اسمع يعني كثير ناس عندها كتب من داخل محكمه الاقليم. والناس مخلصه حكمها. فالحكومه جاي تجهل هذا الشيء. فهذا يعني يستمر هيك يبقى يعني ماكو فد يوم جاء مسؤول فجت مثلا جهات امنيه مثلا جت شيء طالب بهذا الشيء تجي منظمات بدون اي فعل. نعم. فاحنا نريد مثلا توحيد الاحكام، ناس عندها افراد، ناس مخلصه حكمها فماكو اي مجيب لهذا الشيء خلاص. فأكثر يعني 90% اذا ان الحكومه مشت بهذا الكتب يعني تصبح الدنيا جزء المخيم فارغ. نعم. كتب الاحكام. طيب يوصل صوتك اليوم. كتب الاحكام على الاقليم. نعم يوصل صوتك اليوم يعني من وزاره العدل مال الاقليم. نعم ان شاء الله يوصل صوتك وتوصل الفكره. مسؤول مره يعني مره واحده مره مسؤول يجي حتى يفرح هذا الناس ويعرف معاناتهم. نعم من خلالك احنا هذه رساله توصل الى الجهات المسؤوله، بالتالي لابد ان يكون هناك احد المسؤولين اللي تابع تفاصيل هذه القضيه وممكن يتدخل وتكون هناك حلول بالفترات المقبله ان شاء الله. وانا محمد من السليمانيه. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه، اهلا وسهلا. والله بالنسبه ان شاء الله المساعدات والله تو انا متابع برنامجكم. نعم. فماكو يعني ماكو مساعدات يعني صار سنه ما شايفين مساعدات، احنا قاعدين بشمشمان يعني ماكو اي مساعدات؟ لا والله ماكو، واسالي وهذا رقمي وانا اتحمل كافه المسؤوليه. طيب يعني لعد شنو اللي بشمشمال موجود انت؟ اي انا يعني هناك موجود ماكو مساعدات يعني يقول لك اكو مساعدات والله ماكو. طيب يعني شنو نوع المساعدات اللي تتقدم؟ يعني ما مقدمين لكم اي شيء؟ لا والله ماكو، كان قبل يقدمون لنا هاي السله الغذائيه ويعني تروح يعني والله ما مستفادين من عندها كل شيء يعني كلها يعني مواد كلها تالفه يعني. مواد تالفه، يعني اليوم حكينا ويا المتحدث يعني الرسمي قبل شويه يعني قبل شويه كنا نتحدث ويا سمعت يعني نعم. قال المواد ما بيها شيء وعلى مسؤوليتهم يعني دي يحضرون ومناشئ تركيه ومناشئ من اوروبا وغيرها ويعني هناك جوده عاليه للمواد. اليوم انت تذكر انه المواد رديئه. والله العظيم حتى ثالثه ويعني ضاربينها كلها بتيب ويعني حتى الصحيات كنت تشوفينها والله يعني تودينها للمحل يعني تودينها ما تذبحها يقول هذه منين جايبينها والله العظيم. طيب أنا أشكرك اليوم يوصل صوتك، ربما يكون هناك أيضا جانب آخر، يعني حتى اليوم نتحدث عن رأي المتحدث الرسمي اليوم ورأي المواطن، ربما أيضا يكون هناك سوء بالتخزين في بعض الأحيان، يعني ممكن تكون فعلا هذه المواد ذو جودة عالية ويجب أن يكون هناك رقابات ولجان تبحث بهذا الشأن حتى بالتالي المواد هذه توصل بجودة مثل جودتها أول ما جابوها إلى المواطن نفس ما هي، بدل ما تتخزن وتصير بها مشاكل وبعدين يعني توصل المواطن بهذه الطريقة وما واصلتهم أي مساعدات غير هذه السلة. طيب خلينا نشوف أيضا استطلاع رأي الناس اليوم بهذا الموضوع وراجعين. والله احنا المناطق اللي تهجرنا من عندها احنا مناطق ريفيه بالموصل بغضابه عاج، احنا على الصحراء المناطق مالتنا، اذا نرجع يعني بيننا وبين داعش يفصل ساتر ترابي، احنا يريدون القاء الممثليات والقاء المدارس وارجاع النازحين، احنا اذا نرجع بيننا وبين داعش بس ساتر ترابي يفصلنا عن داعش، اذا نقف مثل مكان معين نشوف داعش ذاك قدامنا. ويطالبوننا برجعه ويطالبوننا بعوده النازحين، احنا نطالب من السيد الرئيس الوزراء ونطالب من وزاره التربيه بالقاء الممثليه وتثبيت مديريه وليس ممثليه. احنا اذا نرجع لمناطقنا يضيع مستقبل اطفالنا،
أطفالنا صارنا كم سنة ساكنين هنا ودارسين وما عندنا سكن. احنا إذا نرجع لمناطقنا، مناطقنا يعني المخيم أرحم من مناطقنا، المخيم على المنظمات، بس المنظمات كحكومة عراقية ماكو حكومة، يعني الله وكيلك بالمخيم عايشين على المنظمات، على المنظمات الدولية عايشين. هو هذا حال العراقي أبو الخير وأبو النفط وأبو أبو يعيش على المنظمات الدولية. احنا اذا نرجع لمناطقنا يطالبون منا تعال انطيك 4 ملايين وارجع لمنطقتك. الله وكيلك الاربع ملايين ما بيهن سكن لي، انا بيتي مهجر، بيتي متضرر، مدارس متضررة، المناطقنا مناطق بعاج وهذيك المناطق تعبانة لآخر درجة، يعني ما نقدر نرجع عليها. حتى يعني لو أفصل طلابي من المدرسة، لو أحرم أولادي من حق التعليم، ما أقدر أرجع لمنطقتي، منطقتي مهجرة ومنطقتي مدمرة. والله ماكو أمل، البيت مهجر شلون يرجع؟ المدايع بيته والمرتزقين ما يرجع. زين هو لو عنده بيت ما سكن المخيم. عايشين والله عايشين على المنظمات، ماكو غير المنظمات الإنسانية ولا غيرها ماكو شيء. اللي عنده مصدر عيش هذا ما يسكن المخيم، المخيم ما يسكن غير الفين عضة، ولا لو عنده مصدر عيشه ما يسكن المخيم. طبعا وضعيتنا كلش مو زينة من ناحية العمل، من ناحية كل شيء. هم من نرجع على القرارات أبد مو زين، من نرجع لمناطقنا عمل ماكو، بيوت مهدمة وماكو أي شيء زين يعني يساعدنا، حتى مساعدات ماكو بالمخيمات. ما نقدر نروح مكان، هذا العدنا. اما انت شفت حاله المخيم، يعني حاله المخيم يرثى لها، لكن من الضيم لا بيوت ولا كل شيء، وين نروح؟ ماكو غير اقليم كردستان. متعاني من النفط، ما عندها نفط، ارزاق ما عندها، يعني كل شيء ما عندها العالم يعني، بس حقوق مدمره العالم يعني، وما يقدر يطلعون على مكاناتهم، تعرف انت الظروف الامنيه. اكثر وراء الاغرب الناس نايمه. اولا المساعدات ماكو، غاز ما يصلنا، بيوت ما عندنا. مهجرين بهالعراء، شنو ذنبنا؟ سوينا؟ والله اسباب كثيره، اولا فرص عمل ماكو. ثانيا احنا من منطقه بعاج، منطقه جزيره يعني، ومنطقه ما مضمونه يعني لحد الان ما مضمونه. وفرص عمل ما بيها يعني، معيشه ما بيها. اللي عنده راتب هسه تقريبا اكو قسم منهم موجودين عندهم راتب عايشين. بس المثلي اللي ما عنده راتب، اللي الكاسب اللي عامل لا شغله ولا عامله، منين؟ ايش يجيب؟ منين يعيش اطفاله؟ منين يجيب؟ منين؟ منين وشون يعيش وشلون يجيب مصدر للمعيشة؟ الناس دا تتخوف ترجع لأماكنها للوضع الأمني، لوجود ربما أثر لداعش اللي خوف كثير من المواطنين. طيب خلنا نأخذ اتصال آخر. اتصال علي من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وسهلا. شلونك بنيتي؟ بخير أكيد بوجودكم إن شاء الله، تفضل. ان شاء الله دوم دوم ان شاء الله ظلن لنا ظخر. شكرا شكرا لك. اكيد احنا أنا من منطقة المشاهدة. نعم تفضل. طارمية مشاهدة بغداد. تفضل تفضل. انا تهجرنا بال14 وجماعتي وولدي واخوتي ومنطقتي كلها استلمت مال المتزوجين على 2-2، بس انا وابني اللي وياي بالبيت ما استلمت المليونين، على اساس العده نساء 2 الى مليونين. انا ما سلمت لا مليون ولا مليونين، وابني ايضا نفس الشيء ما سلم المليون. واعطاني قصاصه قالوا اقعد هنا ساعه ونصيح اسمك. صاحوا اللي وراي والقبلي قال خلصنا فلوس تعال على باكر. فجيت ثاني يوم قال لي باكر، ثاني اخر شطوني رقم تليفون قال علاش رايح جاي؟ فراح نخابرك. نعم. والله تقريبا بهالحالة 20 أكثر. بأي دائرة؟ هذا قال عمي ما ظل عندنا فلوس. بأي دائرة هذه مراجعتك؟ بأي دائرة؟ مراجعتك هذه بأي دائرة؟ كانت بالحارثية نفس الوزارة الهجرة والمهجرين. وزارة الهجرة والمهجرين في الحارثية. يوصل صوتك اليوم من خلال حلقتنا إن شاء الله، وأيضا يجب أن تكون هناك رقابات مشددة في وزارة الهجرة والمهجرين. هناك تناقض في الكثير من التصريحات حول كلام المتحدث الرسمي بوصول المساعدات والسلات الغذائية وغيرها، وكذلك أيضا المواطن اليوم يشتكي من عدم وصول هذه المساعدات. على مجلس الوزراء أن يلتفت لهذه المسألة، للضرر الكبير للنازحين والمواطنين
يوم يطالبون بحقهم بالبقاء، خصوصا بعدم وجود خدمات حقيقية في هذه المناطق. فنتمنى أن يكون هناك حلول بالفترات المقبلة لهذا الملف، وتكون وصلت الصورة بشكل واضح لكل الجهات المسؤولة. شكرا لحسن المتابعة، نلتقيكم بحلقة جديدة، للقاء.